السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما وعدتكم ومثل ما الأغلبية صوتوا وأنهم حابين يشوفون افتتاح معرض البحرين الدولي للحدائق، فأنا معكم اليوم في أول يوم للافتتاح للمعرض. راح ندخل داخل وراح نشوف الفعاليات والأشياء الموجودة في المعرض وراح نتكلم عنها مع بعض. عندنا في هذه القاعة الجهات الخيرية والمؤسسات والشركات اللي تعرض أنشطتها ومساهماتها في القطاع الزراعي والمشاريع اللي تقوم فيها اللي تصب في مجال الزراعة والحدائق، من تكنولوجيا، من المواد اللي توفرها، من دراسات، من مواضيع كثيرة تقدمها. مثل ما احنا شايفين هنا مثلا هذا مثال حق التقنيات الجديدة اللي عرضها الديوان الملكي هنا، من التجارب اللي موجودة اللي هي الزراعة بشكل عمودي. هذه شتلات خس مزروعة في نوع الاسفنج او القطن، والانارة عبارة عن اسلاك كيبل LED تغذي النباتات بالضوء اللي يكون مناسب للنبتة. مثل ما احنا شايفين المساحة يعني صغيرة، ولكن ان الشتلات اللي موجودة من ناحية السعة جدا عالية لو قارناها بمساحة افقية. مثل ما نشوف احنا مثلا مثال لنظام الهيدروبونيك اللي هو الزراعة بلا تربة، مثل ما لاحظنا في حصى باستخدام قارن في المغذيات اللي تكون في المريض اللي هي غير عضوية، ولكن لاحظ المساحة الصغيرة الموجودة عندنا نقدر نستفيد من المساحات الصغيرة من هذه التكنولوجيا عندنا نصف صفات المساحات اللي ممكن نزرع فيها. هذه بيضات عادية، بيضات PVC عادية ممكن نحصلها في أي مكان مواردها، ممكن نستفيد من هذا الموضوع. هي عندنا بعض التقنيات الزراعة النباتات اللي تكون داخل البيت. نلاحظ هنا عندنا هذا الشيء دائما نلاحظه كل سنة في المعرض. نلاحظ أحجار بداخل الأحجار المختلفة في هذه الليمونة أصلاً، أحجار ليمون دائما يكونوا موجودين. نلاحظ دائما ينعرضون بالثمر اللي فيه. نحن لازم نعرف
حذرين لما نشتري، ما بقول ما نشتري، نشتري ما نشتري، ولكن أمرنا لازم نشتري. يا رب هذه الحاجة جدعها، هذه الحاجة هذه كانت في الآب، هذه ما كانت نزرع في هذه الفصل، كانت أكبر من كذي. نلاحظ أن فيها علامات القاف موجودة، فهذه كانت مزروعة في الأرض، فهمت وحق المهرة علشان تنبال تروها على جنب وزنون في الجدود حطر في مصيص الله. لو قرار نشتري مثل هذا المصر الخاصر لما نشتريها احنا شهر 2 سيد مقبلة 14 علينا علينا السيد المحامي والخاصر نزيل الثمر اللي فيها عساس ما نصدمها ونحاول نخليها تنمي عساس قد ما تقدر قبل ما نقدر على اساس ما نسد الناس على الموضوع داعي نخسر الشيران لما سعرنا برضه رخيص وما نبي نخسر الشيران اللي نشتري فلما نشتري الاشجار المثمره مثل ما ذكر وشيل الثمر اللي هي تنخرط بهذا الشكل على اساس تجذب المشتري ولكن لازم ان شاء الله نحافظ على الطيور ونحاول نغذيها على اساس انها تنمو قبل لا نحيها وننزلها لكن ما راح تقدر تاخذها بعد ما تقطعوها من فوق وتقطعوا جذورها على اساس انها تجو الثمر وتنمو في نفس الوقت ما راح تقدر فلازم نحط البحر لازم نشتري منها. انك تعرف التقليد يحصل للمزارعين سواء تعرف الدجاج المزروعه في البحرين المزارعين القسم يعرفون دجاجهم تلقى اكل في كثير حاجز وموجود متوفر في المعرض. فهني عندنا هذه البذور الموجودة، هذه بذور ورد وفي عندنا بذور ثانية. هني في عندنا من بعض البذور الخضروات الورقيات المشكلة، ففهم في بعد من الورد، ففي في تشكيلة يعني جيدة لا بأس منها. قسم من المعرض احد الشركات اللي تعرض اللي حابه انها تحصل على شريك او وكيل في البحرين اللي هي تنتج اللي هو الكوكو بيت او الكوار اللي هو بديل حق البيت موس اللي يكون بشكل دائم اكثر لان البيت موس استنتاجه واستخراجه غير متجدد عكس الكوكو بيت والحوار مادة متجددة وموجودة وبالعكس أحسن للبيئة لأن نسبة البي اتش في الحوار تكون عادة قريب النيوترال أو تكون يعني شبه قريب السبعة البيت موس يكون شوي حمضي أكثر فهذا المنتج بعد موجود في المعرض. فأتمنى أن استفدتم من هذه الجولة السريعة وأخذتوا فكرة عن المعرض الدولي للحدائق في البحرين 2019 وأتمنى أن اللي ما قد حضر المعرض يحضر واللي حضر العام أو السنين اللي قبل يحضر ممكن يكون في شيء جديد يشوفه ويعجبه اللي يقدر إيه حق المعرض أشجع هاي الشيء وأعتذر منكم إذا كان الصوت شوي في مشكلة داخل لأن اضطريت أن أبدل الكاميرا فالصوت ما راح يكون بنفس الجودة فأتمنى أن عجبتكم الجولة داخل المعرض وإذا كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات وإن شاء الله راح أرد عليكم بأسرع وقت ممكن وأتمنى أن عجبكم الفيديو السريع.
ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.